متابعي ومشاهدي قناة وموقع القنيطرة 36، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحصيلة الرياضية. حلقة اليوم ستكون استثنائية، إذ ستبث من الملعب البلدي بالقنيطرة. قبل أن نبدأ في محاور حلقة اليوم، نعتذر لمتابعينا الكرام عن عدم إدراج الحلقة السابقة بسبب يعني حاسوب المخرج تعرض للسرقة. يرافقني في تحليل هذه الحلقة وكالعادة الزميل الصحفي براديو ام اف ام سيد عمر أشبخ. مرحبا بك سي عمر. مرحبا سي محمد البحري، مرحبا بمخرج حلقة سي احمد أوسار، مرحبا بمتتبعي الحصيلة الرياضية عبر موقع وقناة كنيترا 36. سي عمر، يعني بعد هزيمة داخل القواعد النادي القنيطري يخلق المفاجأة ويلحق بنهضة الزمامرة أول هزيمة في بطولة هذا الموسم. الانتصار يعني كان انتصار نتيجة وأداء. شخصيا بالنسبة لي أنا لا أعتبرها مفاجأة، لأن فارق النادي القنيطري بالمستوى الحالي اللي كيظهر فأنا باستطاعته أنه يفوز على أي فريق. كيبقى فريق نهضة الزمامرة ظاهرة ديال هذا الموسم، ولكن الحمد لله أن فريق النادي القنيطري كيلحق به الهزيمة الأولى في الموسم. ودائما كنقولها أن دائما كتكون واحد لو ديكليك، كتكون واحد بالمفهوم ديال الكويري، كتكون واحد التصرفيقة الفريق كيف فجات ديك التصرفيقة المقابلة ديال الوداد تمارا، والحمد لله الفريق فاق بكريمة، لأن كان كاين اللي كدوم عليه جوج ثلاثة المقابلات عاد كيفيق. الحمد لله أن النادي القنيطري فاق مباشرة بعد اللقاء اللي انهزم فيه، واستطاع يحصل على ثلاثة ديال النقاط اللي هي ثمينة وثمينة جدا. سمعنا سي عمر، يعني الكاميروني جوزيف كومبوس يواصل التألق مرة أخرى، وكان وراء يعني الفوز الثامن اللي عاد بفريق النادي الرياضي القنيطري وبتوقيعه لهدف وبطريقة رائعة جدا. هو جوزيف كومبوس لاعب داخل فريق اللي فيه 11 ديال اللعابه، ما نظن انا كومبوس يدخل بوحدي يواجه 11 ما يمكن شيء، لكن عنده اللاعبين الزملاء ديالو اللي كيساعدوه. هو صحيح يجيد التموقع الجيد، كيعرف فين يوقف، كيعرف كيفاش يستغل الفرص. هذه ميزه خاصه عنده، ولكن ما نحيدوش المجهودات اللي كيقوموا بها اللاعبين، لان هذه الكره اللي سجل راه جاتو من ضربه زاويه وتحولات براس احد الزملاء ولا احد المدافعين ديال الزمامره، وجات عنده هو في المكان المناسب، فبضربه مقصيه كيجيبها في الشباك. واللي زوين انه جات في الدقيقه 84، وهي تقريبا بقى 6 ديال الدقائق، وفي الاجواء اللي تلعبت فيها المقابله واللي عانى منها سواء الفريق النادي القنيطري او نهضه الزمامره، لان كانت تما تابعنا المقابله عبر الاثير، فكانت الرياح قويه، والحمد لله ان هذه الرياح لعبات لصالحنا في الجوله الثانيه وانتصرنا. انا ما كنشوفهاش مفاجاه، لان كيبقى فريق النادي القنيطري بالانجازات ديالو هذا، اما بالنسبه لي انتصار عادي، خاصه على فريق ديال الظهيره هذا الموسم. نعم سي عمر، يعني مسؤول نهضه الزمامره يعني هي وما يخطوا في الاخر كل شيء تقلب اليوم، يعني منعوا جمهور القنيطره باش يحضر لانه كان يحضر بكثافه، بدلوا الملعب من العبدي الى الزمامره باش ما يدخلش الجمهور. الجماهير الوفيه والجماهير الخضراء يعني احتفلت بالابطال بطريقتها الخاصه عندما يعني انتظرتهم في مدخل المدينه عند عودتهم من مدينه الزمامره. شنو تقولنا في هذا الباب السلام؟ فدائما انا كنقول اللاعب رقم واحد، اكيد ان اللاعب رقم واحد ديال نادي القنيطري هو الجمهور ديالو، هذا كنسطروا عليها بجميع الالوان. اكيد هما غير هذا كياكد هادشي اللي كنقولوا، انه ولاو المسؤولين ديال الانديه كيخافوا من تواجد هذا الجمهور في المدرجات ديالهم. اكيد حولوا المقابله في اخر لحظه من جديده الى سيدي بنور باش فين كاين الملعب ديال الزمامره، وهذا كما قلت السي محمد و ماشي خوفا، انا كنقول هو قلوا الاحترام لهذا الجمهور ديالنا، لان الجمهور ديالنا في الممشى كيدير الفرجه، وهذه الفرجه هو اللي ما دارها شايف اللي ما دارهاش في الملعب،
هو الحمد لله هو جا دار هنا في مدينة قنيطرة، راح يتم استقبال الفريق بطريقة احتفالية. كاين بعض ديال الأزقة والدروب هنا في مدينة قنيطرة اللي بقات سهرانة حتى لشي 12 ولا الوحدة ديال الليل، فأكثر من هذا الشيء اسمح لي نزيدك، لأنني أنا كنتبع الأخبار ديال هذا الفريق ديال مدرسة الزمامرة لأنه يهمنا. فاللي خرج بزاف على هاد الفرقه هو ان حتى المسؤولين ديالو، هذا انا رجعوا لسوء التدبير عاوتاني. انت غتلعب مع النادي القنيطري وانت عارف النادي القنيطري فريق كبير وكيصارع ويقدر يطيح اي فرقه في هاد ديال الاسلوب الاسلوب اللي كيلعب به حاليا. فالمسؤولين ديال الزمامره باش تعرف انه عارفين القيمه ديال النادي القنيطري والجمهور ديالو، فملي منعوا الجمهور ديالو داروا اللعابه ديالهم 10000 درهم إذا انتصرتوا على النادي القنيطري. إذا هذا ما كيأكد أن النادي القنيطري فريق كبير ويبقى كبير وسيظل كبير. فوز سمير لحق فريق النادي الرياضي القنيطري خارج القواعد أمام نهضة الزمامرة، يعني جعله يربح مركزا وأصبح يحتل المرتبة الثالثة منصفة مع المغرب الفاسي اللي تعادل داخل القواعد ديالو. بالمقابل فريق يعني رجاء باني من لا يواصل نتائجه الإيجابية وظل محتفظا بمركزه الثاني على بعد نقطتين من الكاك والماس. إذا اليوم الصراع شد أكثر على بعد 7 دورات من إصدار الستارة بطولة أكيد فالصراع غيشتد وغيبقى وغيبقى كنظن إلى آخر الدورات. التعادل ديال المغرب الفاسي هذا أنا كنشوفه أن سببه هو ذاك الضغط اللي كيديروا غالبا المسؤولين ديالو عليه، لان انت في جوج مقابلات كياخذ نقطه واحده من 6. اذا هنايا كان نزيدوا التحفيزات نديروا ولا نضغطوا نحفزوا الخصوم ديال الانديه اللي منافسانا، هادشي كله كيسمعوا اللاعب وكيلعب ليه على دماغه. بالعكس فريق بني ملال لاعب باريحيه ما دايرش الضغط على اللاعبين ديالو، لان كتسمع المسؤولين ديالو كيقول ما عمرنا سمعنا شي مسؤول ديالو كيقول لك لا راه حنا غدا غادي نطلعوا ولا هذا. لاعبين جات النتيجة مرحبا ما جاتش راه ما حتى الضغط هازين على الجمهور ديالهم وعلى هذا وغاديين وكيحققوا في النتائج وعندهم مقابلات حتى هما اللي في الملعب ديالهم اكيد غادي يستغلوا. دابا هما ولاو كيجيبوا النقاط من خارج الميدان باش يجيب نقاط من بنكرير، وحنا راه شفنا الفريق ديال بنكرير ضد النادي القنيطري عنده مستوى رائع خاصة ملي تحقق فيه جريندو. إذا سي عمر في نظرك يعني الصراع على كسب بطاقة الصعود ما يخرجش على هاد 4 ديال الأندية واللي يمكننا نضيف لهم وداد تمالا؟ وبالنسبة لنهضة الزمامرة أنا كنظن أن الأمر محسوم، كيبقى صراع بين نادي القنيطري المغرب الفاسي رجاء بني ملال نضيفوا لهم وداد تمالا، لأن وداد تمالا ما نساوش غادي عند المتزعم ربما حتى هو يلحق به هزيمة يقدر يقربوا لعند المتنافسين على الصعود. هذا فيض انا كنقول الا انتصر، اما ما انتصرش اذا حتى هو على بعد 2 نقاط من المركز الثالث، اذا حتى هو داخل في المنافسه على الصعود ان شاء الله. نمشيو لاسفل الترتيب سي عمر، يعني واحد القفزه نوعيه كبيره ديال فريق اتحاد سيدي قاسم اللي فاز بثلاثيه، بالمقابل يعني فريق شباب قصب التادلة غادي وتغرق. لا ذكرتي سي محمد، كنا انا وياك كنا طلبنا حد سعيد لفريق الاتحاد القاسمي ويعود للسكه الصحيحه لتحقيق الانتصارات باش يبعد شويه على المؤخره، على الاقل باش يبقى عندنا في عصبه ولا في جهه الغرب 2 ديال الانديه تمنوا الصعود اكيد لفريق النادي القنيطري، ويبقى عندنا سيدي قاسم في القسم الثاني. هذا الحمد لله تحقق، لان كيما داك كنقولوا داك الحاج الديكليك دار خدمته، لان ملي تغير المدرب شفنا اتحاد سيدي قاسم بوجه اخر، شفنا دابا جا الشهداوي فريق يحقق نتائج طيبه. الدوره المقبله يعني ما غاديش تكون سهله، فريق النادي الرياضي القنيطري يعني اللي تيلعب على كسب احدى الصعود سينازل صاحب المصباح الاحمر شباب قصب التاريخ توقعات ديال هاد المقابلات. فهاد اللي خاص يفهموا لا المسؤولين ولا اللعابه، راه كاين 16 فريق في القسم الوطني الثاني، راه كل واحد كيضرب بالمفهوم بين قوسين على عرامه،
فهاد قسم التادلة رأيي بصراحة في القسم الأخير، ولكن راه غادي يجي دافع على حظوظه لآخر رمق، ما غاديش يجينا من الزليد دي ولا يقول راه حنا. إذا خص اللاعبين ديالنا والأطر التقنية ديالنا يحفزوا اللاعبين سيشيكمون باش اللاعبين يدخلوا يديروا بحال اللاعبين مع كما داروا في الزمام، راه يديروا لنا يعاودوا لنا هذيك المقابله اللي داروها اللي ما شافهاش الجمهور يجيو يقدموها للجمهور هنا، ويش ماشي يسجلوا اصابه، حنا بغينا اصابه وجوج وثلاثه باش نتهناو، وما نبقاوش ننتظروا اشنو غادي يديروا الاخرين. لا نربحوا حنا ومع استاد العشيه عاد نقلبوا واش كيديروا الاخرين، نحن نحيدوا علينا حنا النتيجه، نربحوا الثلاث نقاط ديالنا، الاخرين من بعد نشوفوا شنو كيديروا. اذا الكاكا تصل ان شاء الله اكيد النتيجه على الاقل واحد جوج ولا ثلاثه صفر، جوج فات الشبكه ولا فات الشبكه ان شاء الله، غيكون شي جوج هنا واحد. استاذ عمر، يعني احداث لا رياضيه شاهدنا يعني نهايه هذا الاسبوع في ملعب لالا ميمونه في المباراه اللي جمعت بين فريق جمعيه لالا ميمونه ونادي سابو القنيطره، يعني صور اللي توصلنا بها صور خطيره وخطيره جدا، وغادي تشوفوها على الشاشه الان، بحيث ان يعني الحكم ديال الوسط تعرض لبواب من الضرب والركل والغبس، وهذا مثل المشفيته يعني بعض المسيرين ديال الفريق قصبوا، والفريق والحكم بقوا محاصرين ازيد من ساعتين داخل الملعب لولا تدخل رجال الضرب. شو تقول لنا استاذ عمر على هذه الاحداث؟ مع المؤسف جدا، انا باقي كنشوفوا بحال هذه الصور اللي كتخجل الواحد يسوقها، ودابا مع هذا الشيء ديال الالكتروني وهاد الصور اللي كيوصلوا بسرعه، هاد الصور انتشرات وانتشرت بشكل كبير وتسيء الى الرياضه عامه، لان ملي كنشوفوا حكم وطني سي عصام الزايدي وانا نقولوا اسم الاسم ديالو انه كيتعرض لهذاك الركل والرفس من طرف مجموعه ديال اللاعبين، وهدف مباراه اللي قالوا ان ويكلو، فكيتسمع صداع سمعناه حنا كيعاودوا لنا من بعد نهاية المقابلة، الجمهور نقز السور ودخل وشارك حتى هو في هذا، ولكن لولا التدخل ديال رجال الدرك ورجال القوات المساعدة كانت غتكون خسائر كثيرة، أن حنا شنا الحكم في الأرض وكيرفسوا إلى شنا أكثر، شنا لاعب هز حديدة، لاعب هز حديدة ووقف، لأن هذا راه باغي يقتل، شنا واحد من المرافقين ديال نادي سبو طايح ما عرفتش وقع عليه حويدك الحويدك منير ما عرفتش وقع له. المؤسف جدا ان هذه المقابله قال كانت منقوله في في في, في اللايف، ولكن ملي سجل الهدف الثاني ولا المره لان جوج لواحد باش انتهت المقابله تقطع ذاك اللايف، ما كرهناش هاد الناس اللي كيقول لك راه تظلموا والله اعلم، نشوفوا يديروا لنا هذا اللايف هذا ونشوفوا هذا الحكم واش بصح ظلم هاد الناس ولا ما ظلمهمش، واذا كان ظلمهم كاين مساطر قانونيه اللي غادي تعاقبوا، اما باش الواحد ياخذ حقه بيدو هذا ما كايناش هذه في كره القدم. وهذه صوره مع الاسف حنا كنعرفوا الناس ديال الميمونه ناس رياضيين وفيهم الناس اللي مشكورين، منهم المدرب سي حميد الرواني اللي دخل وهو اللي تقريبا اللي حامى على المدرب، فهاد الناس هادو ما نقولوش كاملين، ولكن شي وحدين منهم خصهم يترباو بشده. انا ماشي في اللجنه ديال الاخلاقيات ولا هذا باش نصدر احكام، ولكن اللي دار الدم يستاهل العقوبه. نتمنوك بحال هاد الاحداث الرياضيه وهاد الصور تغيب عن ملاعبنا الرياضيه. وصلنا لنهايه الحلقه سي عمر، ما بقى لي الا نودع مشاهدينا الافاضل ونودعك سي عمر ومخرج الحلقه السيد احمد اوسط. شكرا سي محمد البحري، شكرا سي احمد اوسط مخرج الحلقه ومصورها، شكرا لمتتبعي قناه وموقع كينيترا 36، وواحد اللقطه نبغيو نشوفوها نهار الاحد ان شاء الله، ونشوفوها على الاقل جوج ولا ثلاثه.